السلام عليكم. بإذن الله في الفيديو دوت هنبدأ نتكلم على الجزئية بتاعة التورشنال مومنت اللي هو التصميم بتاع الكنات على أساس التورشن. في الفيديو اللي فات كنا بنتكلم على إن احنا ازاي نصمم الكنات اللي متعرضة للشير. قلنا إن احنا قبل كده في الكمرات أو أي منشأ عامة احنا عندنا العناصر بيتكون منها الخرسانة وحديد التسليح الرئيسي والكنات وفي مش عارف اللونجيتودنال بارز والكلام ده، بس ده الحاجات اللي بتتحمل أساسيا الأحمال. قلنا البيندنج مومنت بيشيلوا حديد بتاع التسليح، إن احنا بنحط حديد التسليح في ناحية التنشن، تمام. وقلنا الخرسانه بتشيل الكومبريشن اللي بيبقى على المنشأ او الى حد ما برضو هي كونفاينمنت للحديد. طب قلنا بعد كده ايه؟ قلنا احنا عايزين نقاوم القوه بتاعه القص اللي هي قوه الشير، فقلنا نحط لها كنات وفهمنا ليه بتحط الكنات وايه فكره ان اشمعنى القص بنقاومه ازاي بالكنات. طيب تعالى بقى نتكلم دلوقتي على موضوع التورشن. تعالى نتكلم نفهم الاول يعني ايه تورشن. اولا الشير لما كنا بنقول عليه كنا بنقول ان هو قوه قص. يعني ايه قوه قص؟ يعني انت عندك مثلا الخرسانه بالمنظر ده، فانت الـ 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 يعني الطبقات بتاعه الخرسانه بيحصل عليها سلايد ما بين بعضها، يعني بيحصل احتكاك ما بين الطبقات بتاعه الخرسانه، فده اللي بيعمل لي القوه بتاعه القص ديت. هي ديت بتعمل الكيو ديت مقاومه القص للخرسانه، فبسبب الحوار بتاع الشير دوت هو دوت احنا عايزين نقاومه. فبدأنا ان احنا نعمل كنات ونصممها، وقلنا ان احنا بنحسب السبيسنج وبعد كده بنشوف ان احنا بنقسم 1000 على السبيسنج وبنطلع عدد الكنات اللي محتاجينها في المتر، وبعد كده بنحسب المسافة الزد اللي محتاجينها عشان نحط فيها الكنات بالتصميم دوت، وبنبدأ بقى يعني نشوف ونرسم بسكيل وكده يعني. تمام. طيب دلوقتي انا عايز افهم يعني ايه تورشنال مومنت، ويعني ايه اصلا الاستيرابس اللي بتشيل تورشن. اولا تورشن مومنت، تورشن يعني اللي هو الالتواء. يعني ايه التواء؟ يعني انت من الاخر يعني زي ما بيقولوا كده الكاميرا بتتعسر. يعني ايه الكاميرا بتتعسر؟ يعني تعالى نفترض ان دي الكاميرا، يعني انت كانك باصص لها من هنا، باصص لها في الاليفيشن، انت حاطط الكاميرا كده بالمنظر ده، بيحصل عليها حمل التواء، وهفهمك جاي منين دلوقتي. بس الفكره تعالى اتخيل معايا، انا عندي الكاميرا بالمنظر ده وعايز الفها كده، عايز ان انا امسك الفها، اروح اعمل ايه؟ اروح جاي في النص كده واروح لففها. ركز بص بالمنظر ده هيحصل ايه؟ هتلاقي ان هو الكاميرا، لو انت تخيلت المنظر ده هتلاقي ان هي الكاميرا بص بتتعسر، بيحصل المنظر ده، حلو. فاحنا عايزين نعمل كنات، نصمم الكنات اللي هي تمنع المنظر دوت ان هو يحصل. طب المنظر ده بيحصل ليه؟ فكر معايا، انا دلوقتي لما يبقى عندي حاجه بلاطه بالمنظر ده او كاميرا سوري بالمنظر ده، تمام، الفكره التورشن ما بيحصلش الا لو الكاميرا محطوطه لوحدها، يعني انت ريستد لوحدها كده. يعني انت لو الكاميرا ديت في بعدها سقف فخلاص انت البندنج مومنت التورشن اللي هيحصل دوت هيتقلب على الكاميرا على السلاب اللي بعده، هيتقلب على الكاميرا اللي بعدها. لكن انت لما يبقى ده حاجه ما فيش وراها حاجه، يعني ده الكاميرا ديت ما فيش وراها حاجه وفي سقف ريستد عليها بالمنظر ده، حلو الكلام. طبعا السقف دوت ليه وزن، الوزن دوت هيجي يعمل ايه؟ الوزن دوت انت حاطط حاجه، حاطط حاجه في الطرف كده، فلنفترض ان هو ده الكاميرا دي بالمنظر ده وانا حاطط حاجه في الطرف هنا، ده السقف بتاعي وده التثبيت بتاع الكاميرا بتاعي. انا لما هاجي احط الاحمال بتاعتي هلاقي ان هو بص انا عايز الف بالمنظر ده، هتلاقي ان ده عايز يلف معاه، ده عايز يلف بالمنظر ده، تمام. فانت هتلاقي الاحمال بتاعتك دي بتسبب لك تورشنال مومنت. فكر معايا بقى دلوقتي، انا عندي السلاب دوت، انا عندي نوعين من التورشنال مومنت، في ديستريبيوتد وفي الكونسنتريتد. طب الديستريبيوتد ده هيجي منين والكونسنتريتد ده هيجي منين؟ الديستريبيوتد تعال نفكر، انت دلوقتي لما يبقى عندك بلاطه، فاكر لما كنا بنقول مثلا في اللود ديستريبيوشن ان انا مثلا عندي بقسم اللي هو وان واي او تو واي، مثلا بقسم الاحمال بتاعت البلاطه على الكمرات اللي حواليها، فبقول ان انا الكمرات ديت البلاطه ديت متقسمه مثلا على شكل ترابيزويد او ايا كان، بقول ان ده ديستريبيوتد لود، سواء كان بقى باخد بقى اللي هو جو السيجما اريا على السيجما اريا على السبام او بطريقه السي اي والسي اي. طيب انت دلوقتي لما تيجي تفكر، انا عايز دلوقتي اشوف البلاطه دي، البلاطه ديت متحمله ريستد على الكاميرا دي، فمعنى كده ان لو بلاطه ريستد على كاميرا فمعنى كده ان ده ديستريبيوتد، ده ديستريبيوتد تورشنال مومنت، تمام. طب فكر معايا، انا اجيب منين بقى كونسنتريتد تورشنال مومنت؟ طب لو انت عندك نفس الكاميرا ديت بس بدل ما يبقى ريستد عليها بلاطه حطيت حاجة تبقى ليستد عليها بحيث ان هي تثبت لك القيمة بتاعت المومنت ديت في نقطة معينة، زي ما تكون مثلا مثبت عليها ريستد حاطط كاميرا كده بالمنظر ده، حلو الكلام؟
هتلاقي ان انت الكاميرا اللي انت مثبتها في الحيطه ديت او في الكاميرا دي، هتلاقي ان هي عامله لك كونسنتريتد تورشنال مومنت. فمعنى كده ان انت الديستريبيوتد جاي لك من بلاطه ريستد على كاميرا، الكونسنتريتد جاي لك من كاميرا ريستد على كاميرا، تمام؟ يبقى ده كونسنتريتد وده ديستريبيوتد، تمام؟ طيب تعالى فكر معايا. انا دلوقتي لما هاجي اعمل، لما هاجي ابدا في المساله، انا هعمل ايه؟ مبدئيا المساله ديت لازم هتيجي لوحدها، يعني او هيجي لك مثلا جزئيه معينه، يجيب لك مثلا زي مساله بتاعت الشيت كده، اللي هو يقول لك ليدج بيم حاجه بالمنظر ده، ويدي لك الابعاد بتاعتها، ان ده مثلا ده عباره عن سيمبل بيم، ويدي لك الابعاد بتاعتها ان هو قال لك ايه، قال لك ان انا شو شوز ذا ستراكشر سيمبلي سبورتد ليدج بيم، سيمبلي سبورتد يعني هي سبورتد على نفسها، مفيش حاجه وراها، فمعنى كده ان هيحصل لها تورشن، تمام؟ بيقول لك ذا ليدج بيم كاريز ا يونيفورملي ديستريبيوتد لود، يعني معنى كده ان انت مثلا الديستريبيوتد لود دوت كان مثلا عباره عن سقف ريستد عليه، حاجه ستيل مثلا ممتده على كل الكاميرا ديت، ايا كان انت اللي ليك تعرفه ان دوت عباره عن ديستريبيوتد لود ايكوال 100 كيلو نيوتن بير متر ران، وهو مقسمها لك حتى هنا، قال لك ان هي 40 ديد و60 لايف، تمام؟ طيب هتيجي تقول له ايه بقى؟ انا دلوقتي عندي المنشأ بالمنظر ده، هو حاجه السؤال يبقى هيجي بالمنظر ده حاجه زي كده، تمام؟ هتيجي تقول له ايه؟ انا عايز ابدا بقى بمساله. تقول له انا المساله بالنسبه لي عباره عن ايه؟ عباره عن كاميرا حاجه فيكسد سبورت بالمنظر ده، ان دي هي دي الكاميرا اللي انا مثبت فيها، سواء مثبت فيها الديستريبيوتد لود دوت او مثبت فيها الكونسنتريتد لود. على اي حال من الاحوال انت هتلاقي نفسك الكونسنتريتد او الديستريبيوتد لود دوت يعني هيتحول لك لقوه، فهتلاقي القوه ديت مثلا اذا كان في الديستريبيوتد تبقى حاجه بالمنظر ده، ده انت حاطط اللي هو اللي انت باصص من الجنب هنا، باصص من الناحيه دي، ده الفيكسيشن بتاعك، ودوت اللود اللي ديستريبيوتد عليه، تمام؟ فتيجي تقول له انا اللود دوت ديستريبيوتد عندي بالمنظر ده، طب لو كونسنتريتد هتلاقي ان هو حاجه بالمنظر ده، ده الفيكسيشن بتاعك انت باصص من هنا، ده الفيكسيشن بتاعك وحاجه طالعه بالمنظر ده والقوه في الاخر خالص. حلو الكلام؟ طيب ده كلام حلو وجميل. طيب تعالى نقول بقى، تعالى نشوف احنا الحاجات اللي عندي ايه. هو هنا مثلا زي في المساله ديت كان مدي لك حتى الابعاد بتاعتك، اللي هو بيقول لك ان انا ال 40 وال 60 دول مسافتهم، القوه اللي مقصره ديت مسافتها عن مكان الفيكسيشن 0.5 متر، فمعنى كده هو مديك المسافه اللي هو مثلا ال L دوت، هو مديها لك، تمام؟ طيب انا بقى عايز اعمل ايه؟ انا دلوقتي عايز احسب حاجتين. اولا عايز احسب الرياكشن بتاع السيستم دوت اللي هو الار، وهفهمك دلوقتي ايه الفكره منه. في الحالتين انا عايز احسب الار، الار ديت مش هتتغير، انت عادي ده لو مثلا القوه ديت يعني كونسنتريتد مفيش اي قوه تانية، فالار دي هتبقى بنفس القيمه، لو ديستريبيوتد هتبقى القيمه بتاعت الديستريبيوتد لو دوت مضروبه في ال، والديستريبيوتد لو دوت هيبقى مديهولك اللي هو مثلا سواء الديد واللايف دوت، وانت هتطلع منه التوتال يعني، تمام؟ تمام. طب احنا هنا طلعنا الار وهنا طلعنا الار، تمام؟ طيب انا دلوقتي بقى عايز اشوف المومنت. فاكر لما كنا بنقول في الفيكسيشن بتاع الكانتليفر اللي هو بنقول ان احنا هنا في الفيكسيشن اللي هو فيكسد سبورت بيبقى في بيندنج مومنت؟ لا، هنا بدل ما في بيندنج مومنت اللي هو بيأثر لي، فاكر البيندنج مومنت دوت فكرته ان هو عزم، يعني عزم اللي هو بتاع التو او ايا كان، فانت البيندنج مومنت دوت هيتحول لك هنا في المساله لحاجه اسمها التورشنال مومنت. التورشنال مومنت سواء كان بقى ديستريبيوتد او كونسنتريتد، انت هيبقى عندك تورشنال مومنت، بس الفكره ايه؟ لو ديستريبيوتد بتحط ام سمول تي، ام يعني مومنت وتي يعني تورشن، ولو كونسنتريتد هتحط ام كابيتال تي، تمام؟ نفس الفكره بتاعت برضو الديد واللايف، يعني انت مثلا الديد واللايف احنا متعودين ان هو لما يبقى الحرف سمول يبقى ديستريبيوتد، لو كابيتال يبقى كونسنتريتد، نفس الكلام بالظبط، تمام؟ طيب تعالى فكر معايا. انا دلوقتي خلاص انا طلعت الار بتاعتي وطلعت الام تي وطلعت الار بتاعتي وطلعت الام تي، طب انا استفدت منهم ايه؟ هتيجي تقول له انا عايز اعمل حاجات اللي هي خطوات الثابته بتاعتي، اللي هو سواء كان مثلا برسم شير فورس دياجرام، بيندنج مومنت دياجرام، تورشنال مومنت دياجرام، ده الجديد. طيب تعالى نفكر مع بعض. انا دلوقتي لما باجي برسم اصلا الشير فورس دياجرام والبيندنج مومنت دياجرام، انا برسمهم بايه؟ برسمهم باللودز اللي عندي. انا عندي لودز على مثلا الكاميرا او ايا كان، انا برسم ال بتاع ده التورشن البيندنج والشير فورس دياجرام بتوعي على اساس اللود دوت، تمام؟ فتيجي تقول له ايه، انا اللودز بتاعتي بتتمثل لي في ايه؟ بتتمثل لي في الاون ويت بتاع الكاميرا، لو هو مديها لي
هو هنا مثلا في المساله بتاعت الشيت هو قال لك ايه؟ قال لك ديزاين سبورتنج درويدك مش عارف ايه، ان هو يعني ديستريبيوت لود لو ايكوال كذا انكلودنج السيلف ويت، يعني السيلف ويت بتاع الاون ويت بتاع الكاميرا نفسه هو مديهولك يعني انكلودد في الارقام دي، فانت مش هتحط، مش هتحتاج تحط الاون ويت بتاعك. لو الاون ويت هو مش مديهولك انت عادي هتحسبه بقى بالجو بتاع بتاع اللود ديستريبيوشن اللي هو الدبليو، اللي هو الدبليو اس يعني، فاهم؟ طيب لا مش دبليو اس، هو اللي هو عامه يعني المهم. فهو يعني اكيد هيبقى مديهولك حاجه بالمنظر ده يعني، بس لو ما كانش مديهولك احسبه يعني. طيب هتيجي تقول له ايه؟ هتيجي تقول له ان انا في الحاله الديستريبيوتد دوت انا دلوقتي عندي قوه، تمام؟ تيجي تقول له ايه؟ تيجي تقول له انا القوه اللي عندي ديت كانت عباره عن ايه؟ عباره ان هو اصلا جايه من ديستريبيوتد لود، يعني جايه من البلاطه دي كلها. فمعنى كده انك انت البلاطه دي كلها عامله لك الرياكشن ده، ما يغركش ان هو الرياكشن دوت حاجه كونسنتريتد، لا كونسنتريتد بس ده في الحته دي، وفي ار في الحته دي، وفي ار في الحته دي، وهنا 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 وهنا، فالار ديت ديستريبيوتد لود. فمعنى كده ان انت عندك الار ديت هتبقى برضو عباره عن ديستريبيوتد لود اللي هو الرياكشن اللي انت مطلعه، هو بس ما تتغرش المنظر ان انت واخد جزء بس، حاجه فتفوته كده خالص من البتاع، ومعتبر ان هو انت يعني انت واخد جزئيه مثلا بتدرس علاقه متر، يعني المسافه ديت 1 متر، وبتدرس المتر دوت مقصر بقد ايه، فعلى اساسه بتعرف الار بتاعتك بكام. طيب فانت بتطلع الار ديت بتبقى حاجه بالكيلو نيوتن بير متر ران، تمام؟ حلو الكلام ده. تيجي تقول له ايه؟ طب خلاص انا ما دام هو ديستريبيوتد لود يبقى الار بتاعتي هتبقى ديستريبيوتد. فتيجي تقول له ايه؟ انا من الار ديت هرسم الشير فورس دياجرام والبندنج مومنت دياجرام. حلو الكلام. هتيجي تحسب الرياكشن طبعا، عادي هترسم الشير فورس دياجرام بتاعك والبندنج مومنت دياجرام بتاعك، تمام؟ طيب تعال نفكر في حاجه تانية. طيب انا دلوقتي تعال نقلل بس الشير فورس ده الشير فورس دياجرام والبندنج مومنت دياجرام، واجي لك وهاجي لك للتورشنال مومنت دياجرام، بس نخلص الشير فورس والبندنج بتاع التاني دوت الكونسنتريت. طب تعال نفكر في موضوع الكونسنتريت دوت، فكر معايا. انا دلوقتي الكاميرا ديت ريستد في نقطه معينه، يعني معنى كده ان انا لو ما فيش الاون ويت بتاع الكاميرا دوت فمش هيبقى عندي اي ديستريبيوتد لود. انا فاكر لما كنت بقول لك هنا الار ديت في ار هنا وار هنا وار هنا وار هنا، لا انفورشنلي يعني لسوء الحظ يعني عامه ان انت عندك الار ريستد في نقطه معينه بس، فمعنى كده الار اللي انت عندك ديت هو هيبقى طبعا مدي لك الابعاد ديت، هيبقى مدي لك المسافه بتاعت ديت مثلا زي مثلا دي 5 وده 5 متر مثلا، فاهم؟ فهتقول له ان انا خلاص انا عارف ان الار ديت محطوطه على مسافه 5 متر، فخلاص يبقى انا الار ديت عباره عن كونسنتريتد لود، ان هو جاي من كونسنتريتد من concentrated جاي يعني كونسنتريتد فورس جاي من كونسنتريتد لود، هتقول ان هي متركزه في نقطه معينه، فخلاص دي الار بالنسبه لي. ومن هنا هاجي ارسم الشير فورس دياجرام، اقول له ان هو هيبقى حاجه بالمنظر ده، ده الشير فورس دياجرام. سوري ده مش شير فورس دياجرام، ده البندنج. سوري الشير فورس دياجرام هتيجي تحسب الرياكشنز عادي، وتروح طالع هنا بقيمه ونازل هنا بقيمه بتاعت الرياكشن، وتبقى حاجه بالمنظر ده. لكن في البندنج مومنت دياجرام هتيجي تقول له ان هو برضو البيم بالمنظر ده، وهتبقى حاجه نازله بالمنظر ده كده، وده البندنج مومنت دياجرام بتاعك، تمام؟ طيب حلو الكلام. تعالى بقى قول لي يا باشا التورشنال مومنت دياجرام اللي انت بتقول لي عليه الجديد ده. بص يا كبير، انت دلوقتي تعال نرسم برضو شكل الكاميرا تاني عشان ايه تبقى متخيل قدامي واحنا بنتكلم. حلو، دي الكاميرا اهوت اللي هي مفيش وراها حاجه، تمام؟ وده الديستريبيوتد لود، هنقول ان هو دوت حاجه بلاطه طالعه بالمنظر ده، عامله لي ديستريبيوتد لود على الكاميرا ديت كلها اهوت، في احمال جايه على الديستريبيوتد لود، فهتعمل لي تورشنال مومنت على الكاميرا ديت، تمام؟ وفي حالة ان هو لو الكاميرا دي اترستد عليها كاميرا تانية فساعتها هيبقى عندي الكلام دوت، هيعمل لي concentrated load concentrated torsional moment، فهي الكاميرا التانية اللي رستد عليها فيعمل لي concentrated torsional moment، ده هيبقى ام تي الام سمول، وهنا هتبقى ام كابيتال تي، لان احنا زي ما قلنا distributed بنرمز بيه بالحرف السمول والconcentrated بنرمز بالحرف الكابيتال، تمام؟ طيب حلو الكلام. تيجي تقول لي ايه؟ تيجي تقول لي خلاص احنا كنا رسمنا الشير فورس دياجرام اللي هو كان بالمنظر ده، والبندنج مومنت دياجرام بتاعي اللي كان بالمنظر ده في الديستريبيوتد، وكنا حسبناه بسبب الار اللي حاصله،
انا عندي الار ديت عباره عن ديستريبيوتد لود، عامله لي القيمه بتاعت اللود دوت، فعملت لي الشيب فورس دياجرام والبندنج مومنت دياجرام. خلاص يبقى انا عرفت ان هو مثلا ده طبعا القيمه بتاعت الدبليو ال سكوير على 8، والدبليو هنا تبقى الار لان مفيش اون واي. تمام، بعد كده قلت ايه؟ قلنا خلاص انا عايز اشوف بقى هنا في حاله البيم ديت، انا عندي كونسنتريتد فورس في النص كده لان انا عندي كاميرا ريستد على كاميرا، فخلاص هاجي اقول له ان انا هرسم الشيب فورس دياجرام، هيبقى حاجه برضو بالمنظر ده وتوصلهم ببعض، ده الشيب فورس دياجرام، وتيجي تقول له عايز ارسم البندنج مومنت دياجرام، هيبقى حاجه بالمنظر ده، وده البندنج مومنت دياجرام بتاعك. تمام، طيب تيجي تقول له ايه بقى؟ انا عايز احسب دلوقتي حاجه اسمها التورشنال مومنت دياجرام. من الاسم واضح ان ده بيعبر عن التورشن اللي حصل على الكاميرا، بديهيات. فانت تيجي تقول له ايه؟ تيجي تقول له انا التورشنال دوت انا عباره عن ديستريبيوتد برضه، فتيجي تقول له خلاص انا مش مشكله بالنسبه لي، انا هاجي اعمل ايه؟ اروح واخد القيمه بتاعت الام تي ديت واحطها برضه ديستريبيوتد لود لوحدها، ما تحطش الاون ويت ولا تحط اي حاجه تانية معاها، التورشنال مومنت دوت هو بس اللي هيعمل لك التورشن. تمام، بديهيات برضه. فالمهم انت تيجي تحسب الرياكشن بتاعك عادي، هتقول ان ده عباره عن الام في الام تي في ال على الاثنين، وام تي في ال على الاثنين، وترسمه عادي زي ما تكون بترسم شيب فورس دياجرام. هتيجي تقول له ايه؟ انا هطلع بقيمه ام تي على الام ام في تي ام تي في ال على الاثنين، وهنزل هنا قيمه ام في تي على ال ام تي في ال على الاثنين، واوصل كده اهو. تمام، طيب كده انا رسمت التورشنال مومنت دياجرام. هفهمك دلوقتي بيرمز لايه، بس ركز معايا. طيب دلوقتي هو خلي بالك بس، انا اتلخبطت في الشيب فورس دياجرام، انا اسف. الشيب فورس دياجرام مش هيبقى بالمنظر ده، هيبقى حاجه ماشي كده وكده كده، يعني انا اسف يعني ده غلطه مني بس عدم تركيز. المهم فتيجي تقول له ايه؟ تيجي تقول له انا عايز ارسم بقى التورشنال مومنت دياجرام بتاع الكونسنتريتد فورس. فتيجي تقول له انا هحط الام تي ديت حاجه زي الكونسنتريتد فورس اللي عندي، بس هي عباره عن تورشنال مومنت، فانا عايز ارسم ليها التورشنال مومنت دياجرام. تمام، هتيجي تقول له خلاص انا عايز ارسم التورشنال مومنت دياجرام، هرسمه زي ما بكون برسم الكاميرا عادي. هتقول له ان دي عباره عن ام على الام تي على الاثنين، زي ما تكون بترسم الشيب فورس دياجرام يعني، سوري، ودي ام تي على الاثنين، وتروح طالع كده بالقيمه وجاي هنا، تروح نازل مره واحده بالقيمه بتاعت الام تي كلها وطالع كده اهو. هتلاقيك انك زي ما تكون بترسم شيب فورس دياجرام، بس ما تخليش الموضوع يختلط عليك تقول ان هو الشيب فورس دياجرام هيبقى نفس الشكل بتاع التورشنال مومنت دياجرام. الكلام ده مش صح، انت التورشنال مومنت دياجرام مش مجبر ان انت يبقى شبه الشيب فورس دياجرام، ده هنا بالصدفه. تمام، طيب تعالى فكر معايا في حاجه بقى. تيجي يقول لك ايه؟ يجي يقول لك انا دلوقتي يعني ايه التورشنال مومنت دياجرام ثابت كده؟ هل معنى كده ان انا التورشن عندي ثابت يعني ما فيش اي تغير؟ لا، ركز، انت دلوقتي التورشنال مومنت دياجرام دوت بيمثل لك عن الفرق ما بين كل طبقه من الخرسانه واللي بعدها. يعني انت مثلا هنا المسافه ديت عباره مثلا 3 متر، تمام؟ فانت ال 3 متر دوت كل سنتي واللي بعده او كل ملي واللي بعده، في الفرق ما بينهم في اللفه بتاعت التورشن ثابته، يعني الحته ديت لفه كده والحته اللي بعدها لفه كمان كده والحته اللي بعدها لفه كمان كده. فانت مش فكره ان هو ما فيش تورشن، لا، هو الفكره ان هو الفرق ما بينهم ثابت. فتيجي تقول له ايه؟ تيجي تقول له خلاص يبقى ده اللي بيعبر لي عن المنظر ده. طب تيجي تقول له طب انا لو هفكر في الموضوع هنا في الفاريبل دوت، هتيجي تقول له ايه؟ هتيجي تقول له ان هو انا عندي هنا اكبر فرق في التورشن ما بين الطبقه ديت والطبقه دي، بعد كده هنا هيبتدي يقل، الطبقه اللي بعده بتقل 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 لغايه ما توصل في نقطه ان هي بقت بزيرو، بعد كده الناحيه الثانيه هتبدا بقى تبقى العكس، الناحيه الثانيه بتبتدي ان هي قليله، بعد كده تزيد 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 تزيد، اللي هو الفرق ما بين الطبقه واللي بعدها في التورشن بتزيد. فخلي بالك التورشن مومنت دياجرام دوت بيعبر لك عن الفرق ما بين الطبقه، لو انت مثلا قسمتها لايرز مثلا بالمنظر ده، حاجه لاير بالمنظر ده واللاير اللي بعدها بالمنظر ده، هتلاقي ان هي اللاير ديت عامله كده واللاير اللي بعدها مثلا ايه، هتلاقي ان هي ايه، مش عارف ارسمها لك بصراحه، حاجه هتبقى حاجه بالمنظر ده، فاهم يعني؟ ايا كان هو رسم حقير. المهم انت فاهمني. تمام، طيب فانا خلاص كده رسمت البندنج مومنت دياجرام، شير فورس دياجرام، تورشنال مومنت دياجرام، وفهمت انا برسمه ازاي. تمام، طيب في قال لك ايه؟ قال لك في حاله انا يعني زي ما كنا في الشير فورس دياجرام في قيم ثابته للكونتينوس بيم اللي هي كونتينوس وذ مور ذان تو سبامز، قال لك انا عندي قيم ثابته برضه للتورشنال مومنت دياجرام وذ مور ذان تو سبامز. يجي يقول لك ايه؟ ده التورشنال مومنت دياجرام لو هو كونسنتريتد، سوري، لو هو ديستريبيوتد، هيقول لك انا عندي قيم محفوظه. اولا هتطلع هنا ام تي في ال على الاثنين،
وتروح نازل هنا ام تي في ال على الاثنين، ونفس الكلام في كله. يعني انت عندك في التورشنال مومنت دياجرام انت الموضوع سهل، يعني احنا كنا في الشير فورس دياجرام كنا بيقول لك بوينت 45 هنا، بوينت 45 بعد كده هنا، بوينت 6 بعد كده هنا، بوينت 5 بعد كده، بوينت 5 بوينت 5 بوينت 5. فانت الفكره هنا في التورشنال مومنت دياجرام هو الموضوع بسيط، فاهم؟ هي دي قيم محفوظه، يعني دي برضو حاجه اللي هي اندترم زي ما بيتقال عليها اندترم ستراكشر، بس هو هنا في التورشن يعني. تمام. طيب هم طلعوا القيم ديت وقال لك ان انت تحفظها خلاص يعني. تمام. طيب انا بقى كده فهمت خلاص انا الدرس بتاعي بيتكلم عن ايه، هحل ازاي بقى برضو يعني، انا اعمل ايه برضو يعني، فاهم؟ هتيجي تقول له ايه، تيجي تقول له انا بقى الخطوات بتاعتي حاجه ثابته. اولا انت بتيجي اصلا بتيجي تصمم الكنات، انت بتصمم على الشير وعلى التورشن. تعال فكر معايا، انا دلوقتي القانون بتاعي بتاع الشير كان عباره عن ايه؟ يقول لك ان هو كيو يو كانت عباره عن كيو على البي في الدي. تمام. طيب تيجي تقول له انا دلوقتي القانون بتاع التورشن عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه اسمها كيو تي يو. كيو تي يو دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن ام تي مقسومه على 2 في الاي نود في التي اي. طيب ايه الاي نود والاي تي اي والكلام دوت، الكلام الغريب اللي انت عمال تقوله لي ده. طيب احنا عارفين القانون بتاع الشير فخلاص مش هنتكلم فيه. الكيو تي يو بقى، الكيو تي يو دي الكيو يعني الاستريس، والتي معناها تورشن، واليو اللي هو الالتيميت اللي هو حاصل عامه على الجزء اللي احنا بندرس عنده. طيب ايه الام تي؟ الام تي ديت اللي احنا الحاجه اللي بندرس عندها، النقطه اللي احنا بندرس عندها التورشن. فسواء كان مثلا انت بتدرس واخد السكشن هنا فانت هتاخد القيمه ديت. تمام. طيب تيجي تقول له ايه، تيجي تقول له بعد كده هتقول له انا الاي نود دي بقى، الاي نود ديت عباره عن حاجه اسمها 0.85 الاي نود اتش. يا صلاه النبي انت كده، انت كده لخبطتني اكتر. لا فكر معايا كده، تعالى بص، انا عندي دلوقتي الستيرب مغطيه الجزء دوت من الخرسانه، هو ده بالنسبه لك اللي هو الاي نود، سوري الاي نود اتش. تمام. اللي هو الجزء اللي جوه الخرسانه دوت، اللي جوه اللي جوه الاستير اب دوت هو الاي نود اتش. تمام. طب بنحسبه ازاي؟ مبدئيا فاكر لو في الشيل لما قلت لك ان انت الكفر بتاعك عباره عن 40 مللي، فانت هنا الكفر بتاعك مش زي ما كنا بنقول قبل كده ان هو 50 مللي، لا هنا في الحالات بتاعت الشير والتورشن انت بتاخد الكفر ب 40 مللي. تمام. فهتيجي تقول له ايه، انا عايز احسب مسافه اسمها اكس واحد ومسافه اسمها واي واحد، عشان احسب منها الاي نود اتش واحسب منها البي اللي هي البارامتر او اللي هو المحيط. هفهمك دلوقتي المحيط دوت هنستخدمه في ايه. تمام. طيب تيجي تقول له ايه، انا عايز احسب الاي نود اتش. خلاص انا يبقى الاكس واحد دي عباره عن ايه؟ عباره عن العرض اللي هو البي ناقص 80، لان هو 2 الكفر 40 و40. طيب تيجي تقول له طب الواي واحد دي عباره عن ايه؟ عباره عن التي كلها اللي هي دي كلها التي ناقص 80 برضو. فخلاص انت طلعت الاكس واحد والواي واحد، تعوض بيهم هنا تضربهم في بعض تطلع الاي نود اتش، هتطلع الاي نود من هنا. خلاص يبقى انا عرفت الاي نود ديت والام تي عرفتها. طب ايه التي اي دي بقى؟ التي اي دي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان دي عباره عن الاي نود اتش على البي اتش. طب ايه البي اتش دي؟ البي اتش دوت اللي هو البارامتر اللي هو المحيط بتاعك، يعني اللي هو الاكس اللي هو الطول ده والطول ده والطول ده والطول ده اللي هو مجموعهم اللي هو اكس 1 زائد اكس 2 سوري اكس 1 زائد واي 1 مضروب في 2، اللي هو البي اتش ده يبقى عباره عن 2 اكس 1 زائد واي 1. تمام. هو حاجه مش حفظ، هو الفكره ان انت ممكن يجي لك حاجه قطعه بالمنظر ده، يعني حاجه بالمنظر ده تيجي ترسم له الكانه اللي جوه ديت، هتلاقي ان هو انت عايز تحسب هتتسوح في الاريا يعني، فاهم؟ فانت لازم تبقى عارف انت البي اتش والاي نود اتش ديت بيعبروا لك عن ايه يعني. حلو الكلام. طيب يجي يقول لك ايه، خلاص يبقى انا حسبت التي اي دوت اللي هي الاي نود اتش اللي احنا لسه مطلعينها هنا، والبي اتش ديت اللي احنا حسبناها اللي هي البريمتر بتاعك اللي هو المحيط. تمام. خلاص يبقى انا كده عرفت الاي نود والتي اي والام تي، خلاص يبقى احسب الكيو تي يو ودي هتطلع لي حاجه بالنيوتن بير مليمتر سكوير. حلو الكلام. طيب حلو جميل. يجي يقول لك ايه، يجي يقول لك انا دلوقتي عايز اقارن القيم بتاعتي دي زي ما كنا بنعمل في الشير. انا في الشير كنت بقارن بقيم ايه، بيقول له انا كان عندي القيمه بتاعت السيو الكيو سي يو ان كراكت اللي هي 0.16 جذر الاف سي يو، وكنا عندنا برضو القيمه اللي هي بتاعت كيو سي يو كراكت اللي هي 0.12 في جذر الاف سي يو، وكان عندي كيو ماكسيمم اللي هي 0.7 في جذر الاف سي يو سوري على الجاما سي، كله على الجاما سي، كله تحت الجذر، كله على جاما سي. تمام. مش مركز النهارده. تمام.
تيجي تقول لك يجي يقول لك طب خلاص، طب انا عايز اعرف التورشن دوت اقارنه بايه يعني، وابن الغساله مش هيتقارن بحاجه، لا هيتقارن. انا هاخد من نفس القيمه بتاعت الكيو ماكسيمم ديت بتاعت الكور ديت، برضه هاخدها ان دي الكيو ماكسيمم بتاعتي، تمام؟ فهي هي نفس القيمه بتاعت الكيو ماكسيمم، بس انا الكيو ماكسيمم ديت بقى ساعتها مش هقارنها بالتورشن على طول، لا انا هقارنها بقيمه تانيه. بس تعالى اقول لك على حاجه تانيه، انا عندي برضو كيو، بس كيو بتاعت التورشن حاجه مينيمم. المينيمم دوت عباره عن ايه؟ عباره عن 0.06 جذر الاف سي يو على الجاما سي. ولو تاخد بالك ده قيمه تلاقيها صغيره جدا، يعني انت هنا 0.16 0.12 0.7، لكن هنا 0.06 يعني 6 من المية، فاهم؟ فانت يعني القيمه صغيره جدا، فانت بتقارن ده المينيمم بتاعك، فانت في الغالب اكيد هيبقى حاصل لك التورشن دوت، تمام؟ طيب تعال فكر معايا، تعال نقول احنا دلوقتي نرص القوانين قدامنا ونعرف احنا هنفكر ازاي. يجي يقول لك ايه؟ يقول لك ان انا ساعات بقى ما هدرس الستير اب ديت عشان اصممها، هتقول له ان انا هصمم على اساس التورشن وعلى اساس الشير. طيب تعال نحط القانون الاول. القانون بتاع الشير اللي هو كيو يو عباره عن كيو على البي في الدي، تمام؟ والكيو اللي احنا كنا بنطلعه من الشير فورس دياجرام اللي هو السكشن اللي احنا بنصمم عنده. طب التورشن برضو هتاخد عند كيو تي يو ايكوال الام تي على 2 في الاي نود في التي اي، تمام؟ وعرفنا الايه الاي نود والال تي اي ديت عشان بس ما نكتبش قوانين تاني، تمام؟ طيب تعالى بقى نشوف خطوه خطوه كده. انا بطلع القيمتين دول، مبدئيا انا ببدا اقارن بالقيمه بتاعت المينيمم. في حاله المينيمم بتاعت الشير ديت اللي هي كانت كيو سي يو ان كراكت، تمام؟ اللي هي 0.16 جذر الاف سي يو على الجاما سي، تمام؟ طيب هنا في حاله التورشن انهي قيمه بتاعت المينيمم؟ الكيو تي يو المينيمم ايكوال 0.06 جذر الاف سي يو على الجاما سي. طب يا باشا هو انا هقارن على طول من غير ما اعرف الاتنين دول هيشتغلوا ولا لا؟ لا، ما انت قبل ما تعمل خطوه المقارنه بتاعت المينيمم ديت انت لازم تطلع القيمه بتاعت المحصله للاتنين دول، تعرف هل الاتنين دول اصلا احنا هنستخدمهم ولا لا، لان انت الاتنين دول ممكن يكون مجموعهم اصلا حاجه ماكسيمم فوق الماكسيمم، فانت تحتاج تزود ابعاد قبل ما تصمم. فقبل ما تعمل خطوه ان انت تقارن بالمينيمم دوت، قارن القيمه بتاعت المحصله بتاعت الاتنين دول بقيمه الماكسيمم اللي هي كيو ماكسيمم اللي هي 0.7 جذر الاف سي يو على الجاما سي، تمام؟ طب هتيجي تقول له بقى انا المحصله بتاعت الاثنين دول عباره عن ايه؟ مجموعهم؟ لا هو مش مجموعهم، جه قال لك ان هي القيمه بتاعت المحصله بتاعتهم عباره عن جذر التربيعي اللي هو كيو يو سكوير زائد كيو تي يو سكوير، تمام؟ زي ما انت تكون بتعمل المثلث بتاع فيثاغورس يعني، تمام؟ فتقول له جذر التربيعي بتاع كيو يو سكوير زائد كيو تي يو سكوير ده المحصله بتاعت الاثنين دول. القيمه ديت تقارنها بالقيمه بتاعت الكيو يو الكيو ماكسيمم بتاعت كله، تمام؟ ان ديت انت لو اكبر من الماكسيمم فانت مش هينفع تصمم، مش هينفع تستخدم القيم ديت، ومحتاج تزود ابعاد. لكن لو اقل منها خلاص يبقى انت ابدا بقى تشوف هل انا القيم بتاعتي ديت اصغر من المينيمم ولا اكبر منها. فجي عمل لك جدول، قال لك ايه؟ الورقه ده برده موجود في الورقه اللي انا كنت منزله لكم. جه قال لك ايه؟ قال لك ان انا لو الكيو الجذر الكيو سكوير زائد الكيو تي يو سكوير اكبر من الماكسيمم فانت محتاج تعمل انكريز دايمنشنز عشان تقلل القيم، عشان انت لما تعمل انكريز دايمنشنز الاي نود هتزيد والبي والدي هيزيدوا، فمعنى كده الاثنين دول هيقلوا فهتقل من عن القيمه الماكسيمم، تمام؟ فتيجي تقول له ايه؟ طيب دلوقتي انا عندي ايه الحالات؟ دلوقتي انا هبدا بعد ما خلاص عرفت ان الاثنين دول ينفع يشتغلوا اقل من الماكسيمم، فهبدا ادور بقى، هبدا اشوف اقارن ديت بالمينيمم بتاعتها ودي بالمينيمم بتاعتها. فانت ساعتها يطلع لك اربع حالات، حاله ان دوت اصغر من المينيمم وده اصغر من المينيمم، فساعتها انت هتحط 5 فاي 8 لان انت عادي انت ما عندكش مش هتصمم ولا شير ولا هتصمم تورشن، فخلاص انت بتحط بس يعني بتحط كانت عشان تعمل كونفاينمنت للحديد، تمام؟ طب يجي يقول لك طب ايه الحاله الثانيه؟ الحاله الثانيه ان هو يقول لك ان ده اكبر من المينيمم وده اصغر من المينيمم، فساعتها هتصمم على الشير بس ان هو كيو يو اكبر من المينيمم اللي هو كيو سي يو ان كراكت وده اصغر من المينيمم، فتقول له هصمم على الشير بس. طيب لو دلوقتي جه قال لي كيو دي الحاله الثالثه ان هي كيو يو ديت اصغر من المينيمم بس كيو تي يو ديت اكبر من المينيمم، يعني انا عايز اصمم على التورشن بس، فقال لك ان انا خلاص انا ساعتها لما هيبقى الكيو يو بتاعت الشير اقل من المينيمم فانا مش هحتاج اصمم شير، لكن لما تبقى كيو تي يو اكبر من المينيمم فتبقى هحتاج اصمم على التورشن، فساعتها اصمم على التورشن بس. والحاله الرابعه اللي هو يا رب ما تجيش، ان هي الحاله ان هو يبقى هتصمم على تورشن وشير، يعني انت هتصمم على الاثنين مع بعض،
تمام. ففي الاغلب انت الحاله الثالثه ديت اللي بتجي لك، يعني لان انت عايز تصمم على تورشن يعني فاهم، فهو هو الدرس اصلا للتورشن، فهو عايزك تفوكس على نقطه التورشن دي تتك عليها تمام. طب تعال نفكر بقى مع بعض، انا دلوقتي عرفت ان انا في الحاله رقم 3، نفترض يعني نفترض ان احنا لحسن الحظ طلع لنا ان احنا في الحاله رقم 3 واللي هو which is الكيس اللي هي اكتر حاجه بتحصل يعني. طيب تيجي تقول له ايه بقى؟ تقول له انا دلوقتي حاليا في الكيس رقم 3 اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن الكيو يو بتاعت الشير اقل من او تساوي الكيو سي يو انكراكت تمام، بس كيو تي يو اكبر من الكيو مينيمم كيو تي مينيمم حلو. فساعتها انا هصمم على تورشن ديزاين التورشن دوت تمام. طيب انا بقى ايه القانون بتاعي اللي انا بصمم عليه؟ ركز معايا دلوقتي، بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا القانون بتاعي اللي هو بتاع الاريا بتاعت الاستيرب الاي اس تي ار حلو، اللي هي الاريا ستيل بتاعت التورشن تمام. بيقول لك ايه؟ هقول لك الرموز دي بتعبر عن ايه. ام تي مضروب في الاس تي مقسوم على 1.7 في الاي نود اتش مضروب في الاف فيلد اس تي على الاف فيلد سوري على الجامعة اس تمام. فخلاص انا دلوقتي عايز اعرف ايه الرموز ديت. مبدئيا انا عارف الام تي بتاعتي ديت اللي هي القيمه اللي انا بصمم عندها، حلو الكلام. طيب بعدين ايه الاس تي؟ الاس تي دي زي السبيسنج بتاع القانون بتاع الكيو اس اللي هو القانون ال 3 اس اللي هو ان في اي اس في الاف يد على جاما اس على البي في الاس، فهو دي الاس تي ديت اللي هي السبيسنج بتاع التورشن تمام. طيب بعد كده انا يبقى خلاص انا عرفت ايه الاس تي دي اللي هي السبيسنج، ودي حاجه مجهوله عندي تمام. طيب تيجي تقول له ايه؟ تيجي تقول له انا دلوقتي عايز اعرف النمبر اوف ستيربس. انا الاي نود دي اي نود اتش دي انا معايا، والاف فيلد بتاعت الستيربس دي برضه هتلاقيه اللي هو يا اما مديها لك يا اما لو مش مديها لك هتحطها ب 240 تمام. طيب بعد كده انا عايز اعرف بقى الاي الاي اس الاي اس تي ار ديت. ركز معايا في حاجه بقى، لو تفتكر في الشير لما كنا بنيجي نصمم كان بيبقى عندنا في القانون بتاع الكيو اس اللي هو 3 اس اللي هو كيو يو ناقص كيو سي سي يو كراكت ايكوال للان اي اس اف فيلد على الجاما اس على البي في الاس. كنت هتلاقي ان احنا كان عندنا هنا ثلاث مجاهيل الان والاي اس والاس حلو، فاحنا بنفرد اتنين ونطلع التالت. كنا بنفرد الان والاي اس لما كنا بنحط الفروض بتاعتنا اللي هو ان باتنين اتنين برانشز والفاي 8 واتنين برانشز فاي 4 سوري اتنين 4 اتنين برانشز فاي 10 واربعه برانشز فاي 8 واربعه برانشز فاي 4 فاي 10. فاحنا هنا في الحاله ديت انت عندك بس المجهول الوحيد المجهولين الوحيد اللي هو الاس تي والاريا ستيرب. خلاص يبقى انت الموضوع عندك بسيط جدا. انت كده كده برضو خلي بالك ان هو الاس تي ديت المفروض تبقى في المسافه ما بين 100 ل 200 مللي، الموضوع ثابت في الشير وفي التورشن، عشان انت لو اقل من 100 فانت هتحتاج اكتر من 10 فاي من 10 كانت في المتر، فده مش هينفع يعني. ومش هينفع ليه؟ عشان احنا بس في الصب ما يبقاش عامل لنا مشكله معوق في ما يعملناش الخرسانه متعشش يعني تمام. طيب تيجي تقول له ايه؟ تيجي تقول له انا هفرض الاريا بتاعت الاستيرب ديت. الاريا بتاعت الاستيرب ديت على اساس ايه؟ احنا كان عندنا الاريا بتاعت الفاي 8 بتبقى ايكوال ل 50.3 اللي هو باي على 4 في 8 سكوير هيطلع لك 50.3 ملم سكوير. طب الاريا بتاعت فاي 10 كانت بتبقى ب 10 سوري ب 78 0.5 ملم سكوير. طيب انا عندي هنا في حوار التورشن دوت ساعات ممكن استخدم الاريا بتاعت الفاي 12 تمام. الاريا بتاعت الفاي 12 عباره عن ايه؟ عباره عن 113 ملم سكوير. حتى تعالى احسبها، هتقول له انا باي على 4 مضروبه في 12 سكوير هتلاقي ان هي طلعت لك ب 113 تمام. فانت القيم دي هتحفظها عشان يعني ما تقعدش كل مره تحسبها في الامتحان.
تمام. خلاص انا هبدا افرض الاريا بتاعتي في الاستيرب، هروح حاطط مثلا اول حاجه الاريا بتاعت الفاي 8 عشان انا عايز احاول اوفر ارخص حاجه، فتحط الاريا بتاعت الفاي 8 ساي مثلا طلعت لك ان هي اصغر من 100، يعني معنى كده ان انا هحتاج اكتر من 10 ستيربس في ال 10 كانات، اكتر من 10 كانات في المتر، فمعنى كده الفرض بتاعي ده غلط. يبقى جيت احط الاريا بتاعت الفاي 10 اللي هي 78.5، طلعت لي السبيسنج ما بين 100 و200، خلاص يبقى ابدا اصمم على اساسها، اقول له ان انا النمبر of stirrups equal الألف على ال ST اللي أنا لسه مطلعها ديت، دي ال spacing ودي هتبقى بالملي، هيطلع لك عدد ال stirrups. تمام، هتقول له ان انا اللي عدد ال stirrups دوت هتطلعه، طبعا لو انت مثلا طلع لك مثلا اربعة يعني سوري مثلا 6 بوينت حاجة هتروح واخدها بسبعة، دايما بتاخد الأكبر عشان more safe. تمام، طيب دلوقتي انا جيت اقول له ايه، طب خلاص انا كده عرفت عدد الاستيربس اللي انا عندي، هتقول له انا عايز دلوقتي احسب حاجه اسمها الاكتوال اس تي ار، سوري الاكتوال اس تي. اشمعنى هحسب الاكتوال اس تي؟ لان دي هحتاجها لما هاجي اعمل اللونجيتودينال بارز، هقول لك دلوقتي بس يعني ايه ركز معايا بس ايه خليك معايا على اخر الخط. هتقول له انا الاكتوال اس تي ديت، انا مثلا طلعت دلوقتي عدد الكنات دوت كان 7 بوينت حاجه مثلا 7.4 مثلا، فانت هتروح واخده ب 8. تمام، انت دلوقتي لما قسمت الالف على الرقم دوت طلع لك ان هو 7 بوينت حاجه. طب دلوقتي انا عايز اعرف انا لما حطيت العدد 8 دوت هيبقى السبيسنج دوت بكام، فتقول له انا الاكتوال سبيسنج ده هيبقى عباره عن كام، هيبقى عباره عن 1000، وهنا في الحاله ديت تبقى 1000 مقسومه على 8، هيطلع لك الاكتوال السبيسنج الحقيقيه اللي حاصله لك، هيطلع لك ان القيمه دي مثلا ايه سي ايا كان مثلا 125 مثلا مليمتر. تمام، فده الاكتوال سبيسنج بتاعك اللي حاصل. ليه بقى حسبت الاكتوال سبيسنج دوت؟ دلوقتي انا عايز احسب حاجه في القطاع بتاعي، حاجه اسمها اللونجيتودينال بارز. انا دلوقتي لازم تبقى فاهم بس ان احنا اللي بيقاوم عندنا التورشن في القطاع الكنات الخارجيه، مش الكنات الداخليه، لا انت في الشير بيقاوم الكنات الخارجيه والداخليه، عشان كده كان عندك في عندك اتنين برانشز واربعه برانشز والكلام ده، لكن انت هنا حتى مش هتلاقي في القانون الرمز بتاع الان، لان انت كده كده اصلا اللي شغالين البرانشز الخارجيه دول بس. تمام، فهتيجي تقول له ايه، هتيجي تقول له طب انا دلوقتي عايز احسب ال تاني بيأثر معايا، ايه اللي بيمنع تاني التورشن؟ اللي بيمنع معاك التورشن حاجه اسمها اللونجيتودينال بارز. ايه اللونجيتودينال بارز ديت؟ اللونجيتودينال بارز ديت اللي هي البارات اللي بتتحط كل 300 مللي، يعني انت عندك القطاع دوت مثلا بالمنظر ده، وعندك الكنه هي بالمنظر ده، وانت راسس تحت الحديد بتاع الاي اس دوت، ومعاك راسس فوق الحديد بتاع الاي اس داش. تمام، المسافه ديت مثلا سي كانت مثلا ايه 1000 مللي مثلا، حلو الكلام؟ هتيجي تقول له ايه، فانا هاجي عند كل 1000 عند كل 300 مللي هتروح حاطط اللونجيتودينال بار، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته، ده اللونجيتودينال بارز ديت، لان ديت اللي هتقاوم لك التورشن. تمام، طب انا دلوقتي عايز اعرف الاريا بتاعت الاس بتاعت اللونجيتودينال بارز اللي هي اي اس ال، حلو، هتبقى عباره عن ايه؟ القانون بتاعها بيقول لك، هو فكره في التورشن ان هو قوانينه كتير بس ايه يعني هو موضوع سهل، بس هو قوانين بس تبقى حافظها. الاي اس تي ار مضروبه في البي اتش، اقول لك كل رمز دلوقتي ايه الفكره بتاعته، مضروبه في الاس تي اللي انت لسه مطلعها اللي هي الاكتوال، مضروبه في الاف فيلد بتاعت الاس تي مقسومه على الاف فيلد العاديه. تمام، حاجه حاجه الاي اس تي ار ديت اللي احنا لسه واخدينها اللي احنا مثلا فرضناها بالفاي 10 فخدنا ان هي 78.5، فخلاص هتحطها هنا بالفرض اللي انت كنت ماشي عليه. تمام، فعرفنا الاي اس تي ار ديت عباره عن ايه. تمام، طب ايه البي اتش ديت؟ البي اتش ديت لو تفتكر لما كان عندنا القطاع بالمنظر دوت، وقلت لك ان هو دوت المحيط، وكنا بنقول ان هو اكس واحد عباره عن البي ناقص 80 اللي هو الاثنين الكفر، والواي واحد عباره عن التي ناقص ال 80. تمام، يبقى هو ده المحيط بتاعي، يبقى انا عرفته خلاص. تمام، طيب تيجي تقول له ايه، طب انا الاس تي ديت اللي انا لسه مطلعها اللي هي الاكتوال، تمام يبقى خلاص انا طلعتها ودي هتبقى بالملي كمان. تمام، تيجي تقول له ايه، طب انا الاي اف فيلد الاس تي والاف فيلد العاديه، انت عندك الاف فيلد بتاعت الاستيربس هو هيبقى مديها لك، يعني زي مثلا هنا في المساله قال لك ان ايه، قال ما ادكش الاف فيلد بتاعت الاستيربس، هو ادى لك الاف فيلد العاديه بس ان هي 360، فمعنى ان هو ما ادكش الاف فيلد بتاعت الاستيربس ديت، فخلاص يبقى انت خدها 240. تمام، فمعنى كده ان انت تروح جاي عامل ايه، تروح مثلا هنا في الحاله دي تروح قاسم 240 على 300، وتروح مطلع على الاريا بتاعت اللونجيتودينال بارز. تمام، فهمت الدنيا يعني كده، الموضوع بسيط، بس عايزك بقى تركز في حاجه، انت لما بتيجي اصلا بتشتغل في اي كروس سكشن او اي حاجه، انت عايزك قبل ما تحسب قبل ما ترص السياق بتاعت التسليح عايزك تحسب اللونجيتودينال بارز. ليه؟ لان انت دلوقتي عندك قطاع بالمنظر ده، حلو،
انت لما بتحسب الاريا بتاعت الاس لونجيتودينال بارز ديت اللي انت حسبتها دي، انت بتوزعها على الاربع فروع، لان انت كده كده القطاع كله شغال عليه هيقاوم التورشن، كل القطاع دوت هيقاوم التورشن. فمعنى كده ان انت لما تيجي تحسب الاريا اللي بتاعت اللونجيتودينال بارز ديت، هتروح قايل له انا هوزع ربع هنا وربع هنا وربع هنا وربع هنا. طب انا دلوقتي اوريدي يا باشا حطيت رصيت الاستغ بتاعت التسليح، واللونجيتودينال بارز ديت بتبقى الفاي 12، فاهم؟ فانت لو هترص مثلا سلك التسليح بتاعتك، فهتقول له انا مثلا حاطط الفاي 18 احط عليها فاي 12. لا خلي بالك، انت لما بتيجي ترص في الربع هنا دوت، انت عندك الاي اس بتاعتك العاديه، بس هتزود عليها الاي اس بتاعت اللونجيتودينال بارز مقسومه على الاربعه، عشان انت هتحط ربع بس كقيمه مش كاسياخ. فمعنى كده ان انت قبل ما لما تيجي تطلع الاي اس بتاعت المساله، لما تصمم الكروس سيكشن ده، قبل ما تقول ان ده كام فاي كام، استنى لما تحسب الاريا بتاعت اللونجيتودينال بارز وتقسمها على الاربعه وزود قيمتها، وبعد كده شوف ده كام فاي كام. تمام؟ فخلاص انا دلوقتي فهمت ان انا قبل ما اجي اصمم الاي اس او الاي اس داش، الاي اس داش اللي هي بوينت واحد من الاي اس، او هو مكتوبه مثلا هتلاقي اي اس على 10، فاهم؟ هي نفس الكلام يعني. حلو، زائد هتلاقي ان هي اي اس ال على الاربعه، وتحسبها تجمع قيمتها يعني تجمعها كقيمه وتزودها كقيمه، وتشوف انت كام فاي كام. تمام؟ انت جه قال لك ايه؟ جه قال لك طب انا محتاج ان انا في الجناب ديت ان انا احط ربع الاي اس ال والاي اس ال. انت الاي اس ال ديت حطيتها ربع هنا وربع هنا، طب تمام حلو الكلام. طب انا احط ربع هنا وربع هنا؟ طب بص، طب لو انت حطيت كل 300 مللي حطيت فرع، حطيت سيخ 12 واحد يعني 2 فاي 12، يعني في الحته ديت بقى عندك 3 سيخ 3 فاي 12، يعني اللي هو التوتال بتاعهم يعني كل دول على بعض 3 فاي 12، هتلاقي ان دوت اكبر بكتير من الاي اس ال على الاربعه. فمعنى كده ان ده حاله سيف خلاص، فانت مش محتاج ان انت تشوف الاي اس ال على الاربعه ديت تقسم عدد السياخ، انت بس الاي اس ال على الاربعه دي تجمعها على الاي اس داش والاي اس وتطلع القيمه بتاعتهم كرقم، وبعد كده تشوف ده كام فاي كام. تمام؟ اخر ملاحظه، الكانه بتاعت التورشن بتترسم بالمنظر ده، حاجه بالمنظر ده، يعني انت لما هترسمها في الكروس سيكشن تبقى حاجه كده، مربع كده وطلع منه فرع كده وفرع كده، لان مفتاح الكنه دوت لازم يبقى قافل خالص عشان موضوع التورشن ده يبقى حاكم نفسه، غير الاريا غير الكنه بتاعت الحديد العادي اللي هو التسليح العادي ده، لانه حاجه بالمنظر ده. لو انت لما بتيجي ترسمه في الكروس سيكشن بتاع القطاعات العاديه بيبقى حاجه بالمنظر ده يعني. تمام؟ فانت بس ايه، ركز في الحته ديت عشان لما تيجي ترسم التورشنال مومنت دياجرام، سوري الكروس سكشن بتاع التورشن، تبقى راسم الكانه صح يعني. تمام؟ تعال نبص على المساله بتاعت الشيت بسرعه كده، وايه عشان نكون قفلنا كده الموضوع. جه قال لك انا عندي هنا ديستريبيوتد لود، وفهمنا ان احنا يعني ايه ديستريبيوتد لود، هيتحول للديستريبيوتنج ديستريبيوتد الار ديت، احسب الار بتاعتها اقول ان ده مثلا عباره عن فيكسيشن، واحسب الار بتاعتي، وانا عندي دول عباره عن توتال لود، بس انا التوتال لود بتاعي عباره عن ايه؟ 1.4 في الديت زائد 1.6 في اللايف، يعني ما تاخدش 1.5 في المجموع بتاع الاثنين يعني، فاهم؟ فانت دلوقتي حسبت الدبليو بتاعتك، فهتقول له خلاص انا هحسب بقى اشوف التوتال بتاعي دوت هيطلع لي كام اللي هو الاثنين دول مجموعهم. تمام؟ وتيجي تقول لي انا عايز احسب الار بتاعتي واحسب الام تي، وهنا هتبقى ديستريبيوتد لان هو قال لك ان ده ديستريبيوتد. وتيجي ترسم من هنا من اللودز ديت اللي هي بتاعت الار، هترسم الشير فورس دياجرام وترسم البندنج مومنت دياجرام اللي هو حاجه بالمنظر ده، ده الشير فورس دياجرام وده البندنج مومنت دياجرام. تمام؟ وتيجي تقول له طب انا دلوقتي لما هاجي ارسم التورشنال مومنت دياجرام هيبقى حاجه برضو، هتبقى ديستريبيوتد لود اللي هو بقيمه الام تي. تمام؟ هتيجي تقول له لما هاجي ارسمه هحسب الرياكشن هيطلع حاجه بالمنظر ده. تمام؟ وتيجي بقى تبدا تصمم، تاخد الكروس سكشن، تاخد السكشن ده وتتصمم عنده التورشن. تمام؟ وتيجي تقول له انا عايز احسب التورشن عند الكروس سكشن عند السكشن دوت، فاقول له استخدم بقى القوانين بتاعت العاديه اللي هو بتاعت الكيو تي يو، وتبدا ان انت ايه تشوف انا دلوقتي عندي احسب الكيو يو بتاعت الشير، لو عندك شير في الحاله دي هيبقى عندك شير عادي يعني، هتشوف الشير بتاعك هيخش معاك في الحسابات ولا لا، وهتشوف الكيو تي يو ديت هتخش معاك في الحسابات ولا لا. انت في الاول بس تطلع المحصله بتاعتهم وتشوف ان هي اقل من الماكسيمم تتاكد وتطمن، بعد كده تبدا تبص على القيم بتاعتك، انا اشوف انا اقل من المينيمم ولا اكبر منها، على اساس كده تحدد انت في انهي كيس وتبدا تصمم الكنات بتاعتك. تمام؟ يعني ده بشكل كبير الموضوع يعني وما فيه يعني.
اتمنى اكون وصلت المعلومه بشكل كافي، ويعني لو حد عنده مشكله او عنده اي سؤال يا ريت يبعت لي، وان شاء الله هرد عليه في اقرب فرصه على طول. وربنا معانا جميعا، ولو حد برضو عنده مشكله تاني يعني يبعت على طول، ما فيش مشكله حاجه يعني. السلام عليكم.